الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا بهدف رائع لحسين الشحات ويغرد منفردا في صدارة الدوري. كابتن شريف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن أيمن. ثلاث نقاط مهمين جدا. أنا اللي عاجبني بصراحة النهاردة إن إحنا لعبنا فرقة سيراميكا. وفرقة سيراميكا كان عندها أنياب النهاردة، عندها شراسة في الهجوم. وفرقة بتلعب بتنقل كورة وبتحاول تروح وتهاجمك، وكابتن حلمي مش من المدربين زي طارق العاشر كده يفضل قاعد يصطاد أي حاجة، لا عمل لك مساحات في ورا الديفنس بتاعنا، وحسس اللعيبة بخطورة الموقف النهاردة. خطورة الموقف النهاردة 3 نقاط دول جم بحلول فردية، وبعض الأشياء كده كمان اللعيبة فكرت إن التكتل اللي أنا بقولك عليه بيلعبون 4-5-1 كل الفرق في التصويبات، انت اكتسبت حاجات ايجابيه كتير النهارده هتقابلها في المباراه اللي جايه، هتقابل تكتلات، هتقابل هجوم عليك من دلوقتي. انا بقول لك اهو، ما تسالنيش مين نجم المباراه، ماشي؟ هو مصطفى شوبير بالنسبه لي انا، حافظ على شبكته قبل ما احنا نجيب الجول، شال 3 جوان النهارده، امن وامان وثقه وواقف وبيعمل ثرو باس. أيوة وبيعمل صح صح. طب خلاص انا لما اجي اسالك قول ما مصطفى شوبير. ما تسالنيش، بقول لك قول مصطفى شوبير. لا انا مبسوط بمصطفى النهارده وببارك له. كلنا مبسوطين بمصطفى. ببارك له الحقيقه الثقه والهدوء اللي انت واقف فيه ده، ولا كانك ده الماتش المية ليك السنه دي يعني. عندنا لعيب بقى، انا مش هتكلم على الاداء النهارده، انا عندي لعيب مكسب ليا السنه دي فوق الوصف. غير علي معلول؟ مروان عطيه. مروان انا مروان ديانج ستاندر، معلول ستاندر كويس. دي لعيبه لما بيبقوا وحشين بيبانوا بسرعه لانهم لعيبه هايله. حسين الشحات زي ما احنا قلنا يملك من الفرديات انه يغير لك نتيجه اي مباراه، خاصه لو جنبه سبورت او في حد بيديله مساحات بيوسع له وبيعمل له حاجات كده. انما مروان عطيه ايمن انا قاعد براقبه في كل باص، في كل قطعه بيقطعها، في كل تحرك ليه بيعوضك اي مستيك بيحصل في المباراه، اي خطا من اي لاعب. مروان عطيه فاكر ديانج اول ما جه الحقيقه، فديانج ومروان عطيه دول انا بتكلم على مباراه الوداد بقى، ها انساني بقى في مباراه سيراميكا خالص، انا بتكلم على دول. دول امن وامان بالنسبه لك، بيشكر جدا سولاي انه بيقدر في الفتره الصغيره من العلاج وانه يرجع بعد اصابه السمانه دي، مش سهله جدا يا جماعه الاصابات اللي بتيجي لبعض اللعيبه معينه، ان في السن ده كمان انه يرجع ويقدر يلعب بالشكل ده وبالحريه دي. فهم لانه عنده مروان وديانج يقدر يكون موجود ثلاثي المباراه الجايه، سهل جدا يقدر يكون مع لو ما فيش حمدي فتحي يقدر يكون قفشه موجود برده كبلاي ميكر. احنا كل الحته اللي انا بتكلم ودايما انا بقعد اتكلم عنها الحته بتاعه شريف وكهرباء، حته شريف وكهرباء مش عايزين اكتر من تنظيم ان انت تبقى جوه ال 18. احنا مش عايزين ان انت تلعب خارج ال 18، انا عايزك جوه البوكس. بيرسيتاو لما الفرقه اتحررت وضغطت واحنا قاعدين، انا كنت قاعد بتفرج جوه مع محمود سعيد وكابتن ناصر وقلت له في حصلت حاجه كده في الملعب، قلت له ايه ان شاء الله هنكسب يعني، واتحققت الحمد لله. لان انا لقيت نفس الشكل اللي احنا كنا بنتكلم بلال، كنا بنتكلم ان انت وانت ابتدينا بقى نعمل الضغط والكثافه اللي انت قلت له هنجيب جون في اي وقت دلوقتي خلاص، وبعدين حبوا يتنظروا علينا في واحده من بين الرجل كده، قلت له هنجيب جون دلوقتي وما تسالنيش ليه، لان احنا كلاعيبه كوره بتحصل حاجات وشواهد في الملاعب كده، المنظره البتاع النادي الاهلي مش قادر عليا مش عارف يروح السما على طول رد عليك بان النادي الاهلي هو الضاغط، النادي الاهلي هو اللي عنده الدوافع، النادي الاهلي هو اللي بيلعب، النادي الاهلي هو اللي عندك. انا قلتها بعد كره مصطفى شوبير لما بتاعت صلاح محسن انت قلتها هنا وانا قلتها بعد ما حب يديله كوبري عند اليمين هناك كده في ساعتها. ايوه قام حضني كابتن ناصر هيجي قال لك لازم اقولها. فقلت له في بتبقى عندنا حاجات كده في الملعب، بس انت لو بتستحوذ بهذا الشكل وبتضغط بهذا الشكل بتنظيم برضه، لان احنا لما بنقطع بلال بتبقى علينا خطر جدا، وهنحاول نعمل بقى فاول تكتيكي صح. وحاجات زي كده، يبقى عندنا برضو تنظيم، ويبقى مروان مش رايح مع الناس
اللي هي بتهجم على طول دي، لازم يبقى فيه قاعدة أساسية وارتكاز في المباراة اللي جاية يعني. فكمجمل النهاردة زي ما نقول إيه، بروفة جيدة، بروفة جيدة من سيراميكا لينا. أيوه هددونا، حصل لنا اختراقات، حصل لنا حاجات هنتكلم عنها كمارسيل كولر ولاعيبته. بس بص يا كابتن شريف، اتفضل. أنا مبسوط طبعا من المكسب، الحمد لله رب العالمين. وأنت المباراة الثالثة على التوالي الحمد خلاص لله. بتبعد الحمد لله رب العالمين. كلكم قلتوا قبل ما نقعد في مباراة عادل، ها؟ تجاريه. لا بس احنا كنا كويسين النهارده. تاني تايم. احنا تاني تايم كويس. بس عايز اقول لك حاجه، انا اللي مزعلني، مش زعلان طبعا، بس ايه مضايقني شويه، اهدار الفرص السهله. كمان لله واحد. هو طبعا بس انت جالك يعني ماشي فرص كتير يعني. متاكد بتوع بيرسي تاو دول هنوديهم فين؟ متاكد للمره العاشره ان مستر كولر هيوصل بتوع بيرسي تاو دول، الاثنين بتوع بيرسي تاو دول. ربنا مش رايد يعني، خلاص ربنا جات لك انت، ربنا شايفك النهارده، هو ده مكسب كويس قوي على كده، ويمكن شايل لك حاجه للي جاي. يا رب يا رب. ربنا دايما بيحب الاهلاويه وبيحبنا وبيحضر لنا حاجات كتير. الناس كلها بس وهم 180 دقيقه، 180 دقيقه اللي جايين دول، ها 90 بتوعنا كلين شيت. ان شاء الله هبارك لك يا رب باذن الله. ربنا كلين شيت هنا في مصر ان شاء الله. ان شاء الله فبالتوفيق. والنهارده بقى اللعيبه بتنسى كل حاجه، وكولر هو اللي هيركز، وكولر هو اللي هيفكر، وكولر هو اللي هينبه، وكولر هو اللي هينتقي. لو اللعيبه من النهارده هتفكر في الماتش ده برضه، ده دي بطوله. لا دي بطوله مستنيينها. ده في لعيب راجع لك من اصابه، وفي لا انت في الضغوط اللي عليك دي كلها. احنا خلاص بقى مش عايزين نتكلم في اي انتي في اي حاجه، حتى لو انت شايف لعيب النهارده بس متولي، متاخر، اتقطعت منه، راح مسك. لا انا مش شايف، انت اللي شايف يا عم. انا جمهور دلوقتي. انا مش شايف حاجه. انا جمهور زي اللي بيتفرج. كره اتقطعت وراح راح يجيب جول، ما تتعملش مش عارف ايه دي. احنا من يعني دي بتحصل في كل المباريات، بتحصل في كل الفرق، بتحصل في الفرق العالميه مش فرقتنا انا بس. فاحنا زي الفل والحمد لله يا اولاد. باذن الله عندنا مهمه كبيره جدا، بالتوفيق باذن الله، ومبروك النهارده. طب كنت ماشيها المتولي يعني؟ لازم تقول متولي. لا ما انا مش عايز حد يجي على متولي. طيب انت فاهم، انت فاهمني انا قصدي ايه؟ مش عايز حد يجي الا ايه يمسكوا لنا في اي حاجه بيحصل في كل في جميع فرق العالم. أيوه. انك انت تغيير التفكير بتاعك بيحصل، فواحد بيضغط عليك. أيوه. وانا شايفه انه ملطشه واخد منه الكوره، انا مش عايز اتكلم. أيوه. بس يلا اهي فاول علينا يا عم وغلطنا. أيوه. بس هو وانا ما كنتش هتكلم. انت على طول بتفضحني.